هاي احلى المساء، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. فيديو اليوم زي ما انتم شايفين تحت في العنوان حيكون فيديو جولة في غرفتي. كثير منكم طلبوا الفيديو ده على الانستا وعلى السناب وفي الكومنتات انه حابين تشوفوا غرفتي وكده، فعملت الفيديو ده الليلة عشانكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا لايك شير سبسكرايب، فعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. تابعوني على انستا وسناب، حيظهروا في الشاشة انستا بثوث يوميا وسناب شات فيه يوميات الرمضانية الخطيرة. فما طول عليكم في المقدمة اكتر من كده، يلا نشوف الفيديو. ومرحبا بكم من قلب الحدث، معكم هنا السيدة كيتي الصغيرة. قولي هاي، قولي هاي، قولي هاي كيتي. ايوه كده ادينا وش. اوكي جايز، الفيديو ده زي ما انتو طلبتوا اللي هو جولة في غرفتي. نبدأ من الركن العزيز على قلبي ده. هنا زي ما انتو شايفين هو رف، وفي نفس الوقت عاملاه حق كتب. بس لو لاحظتوا كل الكتب اللي موجودة رعب رعب رعب، جثة، مدري ايه، واو، اشياء جدا كثيرة. انا انسانة بتعشق حاجة اسمها رعب. خدت هنا زي ورد او حاجة كده، بس يعني كترتيب للرف. اما بالنسبة للكتاب ده شايفينه اللي مكتوب فيه دروب مظلمة، الكتاب ده قدر ما خطيته زي باقي ديلة، زي الباقي ده بيجي واقع، ما عارفة ليه طفشت منه خطيته بالعرض. اما هنا دي زينة رمضان اللي هي الفوانيس. جايز انا انسانة بتعشق لما اطفي النور كده افك اضواء في كل الغرفة، ما عارفة ليه. هنا عندكم الكوميدينة زي ما انتو شايفين، عندكم اللي هو حق التصوير ده اللي هو حكت بحبه شديد، اخدته من فيرجن كان. وعندكم الفراشة دي خدتها كده منظر حلو، ماما جابت لي هدية. وعندكم كده المعقم كورونا فيروس، وعندنا ده برضو اللي هو بيخطوا فيها الصور الصغيرة جاب لي رامي. وفي دي كتكوتة عجباني فخدتها بدون سبب. وفي هنا اسمها شنو المناديل. المصباح ده كمان الكبير ده انا بحبه لما يعني عباطة، كنت عايزة اجيبه من زمان، وكل ما ادخل الموقع القى مخلص مخلص لين ما لقيته وطلبته. ميزة المصباح ده شنو؟ استنى اوصله في الكهرباء واوريكم ميزته شنو. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين هنا لما وصلته ضوى. طيب ليه انا حبيت المصباح ده للدرجة دي؟ لانه المصباح ده بينور بالكورتين ديلا. انا اول ما ازح الكورة دي كده المصباح بيطفي، لما اجي اسويها كده يقوم يولع. انا بحب الحاجات الغريبة والعجيبة اللي زي دي. اما بالنسبة للجسم اللطيف ده، الطاولة دي زي ما انتو شايفين دي انا اكتر مكان بعشقه في الغرفة، لانه هنا خدت اللابتوب اذا عندي اي فيلم عايز اتفرجه، اذا عندي اي مثلا برنامج عايز اتفرجه، اذا عندي مسلسل عايز اتفرجه، كله بقعد في الحتة دي. بالنسبة للحاجة اللي جوا العلبة دي شمعة معطرة، بحب كده لما اقعد اولعها واتفرج وكده اكون مرتاحة نفسيا. وهنا عندكم الصديق الصدوق، السلة دي ما بتفارق المكان ده وما بتفضى نهائيا، بكون معبياها كده شيبسات مسليات حاجات زي دي عشان لما اجي اتفرج اقعد اكل كده واتفرج. وعندكم هنا صديق الصدوق الذي لا يفارقني، الدمية شاكي، اكيد بتعرفوها. معقولة ما بتعرفوها؟ اللي ما بيعرفها يكتب في الكومنتات انا ما بعرفها عشان اصدمني. وهنا عندكم برضو فانوس رمضان، طبعا اللابتوب حقي ما بفارق المكان ده، حتى لو عندي مثلا شغل او تسليم او اي حاجة للجامعة بجي بقعد في الارض وبشتغل، لانه كده الطاولة دي بالنسبة لي راحة نفسية. اما هنا عندكم ده المكتب حقي البذاكر فيه، عندنا اول شي دي الاضاءة دي، وعندنا برضو دي سماعة بلوتوث، وهنا في الستيكي نوت دي انا بحبها شديد لانه كده شكلها جاي زي كأنها كاميرا او حاجة زي دي بتعجبني. وفي هنا فوانيس، وفي هنا اللوحة الخشبية دي مثلا اذا عندي حاجة مهمة عايز اسويها، زي ما انتم شايفين خدت فيها الجدول حق القناة. اذا مثلا عندي واجب، عندي اختبار، عندي اي حاجة مهمة بقوم بكتبها في ورقة صغيرة من الستيكي نوتس اللي هنا واثبتها
بحيث انه ما انساها ابدا. وعندنا هنا عشان كمان يعني اخلي المكتب زي شويه فاضي، عملت هنا بوكسين، ده كان حق الكمامات جبته سويته كده، وده كان حق بسكويت مدري معمول مدري ايش كان، اخذته ولونته زي ما انتم شايفين. ده خدت فيه كل الستيكي نوتس، وعندي فيه الفرش دي، وعندي فيه النور اللطيف اللذيذ ده كده، اشغله يفتح النور ده، عجبني شديد، اخذته كان من تركيا لما سافرت. وهنا بالنسبة للبوكس ده فيه كل الأقلام اللي في الحياة اللي عندي، عشان ما أقعد أناثرها هنا وهنا 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 وفي الأدراج وما أعرف شنو، فلا ما كلها هنا. أما بالنسبة للحتة دي عندي هنا الألوان الخشبية، عندي ديل الدفترين اللي لونهم أسود برسم فيهم، الخط يدي فيه ده ورقه أبيض، والخط والتاني فوق ده ورقه أسود. أنا بحب أرسم على الورق الأسود أكتر شي كده باللون الأبيض وكده، يعني أحس حماس. هنا ده الدفتر ده برضو كان اخذته من تركيا. اما الدفتر اللي تحته ده ما ادري اذا في ناس زيي الايام دي ولا لا، بس ده دفتر مذكراتي، بحب كده، مش يعني ما النوع اللي بكتب يوميا مذكرات، لا النوع اللي مثلا اذا حصل شيء مهم في حياتي فبقوم اوثقه بحيث انه اتذكره لقدام، عرفتوا كيف؟ الاخت الكريمه كيتي جات هنا. هنا دي الستارة حقت الغرفة، استنى صغير، زي ما انتو شايفين كده شكلها، لانه انا انسانة بتعشق اللون البينك لابعد الحدود. اما عندكم هنا اختكم في الله، شايفين ده اللي هو اللي بيخطوا في اللوحة وبيرسموا، رسموا فيه اللوحة دي كنت ظابطاها، لكن اختكم في الله ما قصرت، شافت الطريقة في النت، حبت تطبيقها، جابت العيد في اللوحة. جايز بالنسبة للمكتب نسيت اقول لكم الادراج فيها شنو. بالنسبة لاول درج ده، الدرج الاول فيه مثلا الكتالوجات والحاجات اللي بتجي مع الجوال والكاميرا والدنيا دي، فيه مثلا بطايق الجامعه، فيه اي بطاقه بتخصني وكده. اما بالنسبه للدرج الثاني، الدرج الثاني ده فيه كل الالوان المائيه والخشبيه وكل واي حاجه فنيه عندي تخطر على بالكم موجوده في الدرج ده. اما بالنسبه لاخر درج موجود فيه اسمها شنو، الشواحن حقت اللابتوب، الكاميرا، اي شاحن يخطر في بالكم موجود هنا في الدرج الاخير ده. اما بالنسبه للدرج اللي نازله فيه والنازل في المفرش ده، خدت فيه يعني مثلا مناظر انا ما دار اطلعها هسه، حاجات حقت كيتي كده، حاجات زي دي. هنا في العلاقه حقت الملابس، اكثر شيء بعلق فيها الشنط اللي بطلع بها اكثر حاجه، زي ما انتم شايفين فيها ثلاثه شنط، دي اكثر ثلاثه شنط بطلع بها في الحياه. عندكم هنا ده الدولاب، عندكم الدلفتين الاثنين اللي هناك، ديلك بعلق فيهم البلوفرات، واي مثلا تيشيرت عندي بتعلقوا كده بعلقوا فيه الدلفتين ديل. اما الدلفتين ديل بخط فيهم الهدوم اللي بطبقها زي الهدوم الطلع البيجامات، وخدت في اخر رف الله يكرمكم الجزم، والرف اللي قبل الاخير خدت فيه الكام والحاجات الزي دي. عندكم هنا ده ماي بيست، ده الحب، ده افضل مكان عندي برضو في الغرفة بعد الطاولة. طبعا ما عليكم من البرسيل، جبته عشان اعمل سلايم. المكان ده اللي هو الركن حق القهوة، كنت عايزة اجيب لوحة كده انه مكتوب فيها كوفي علقة، فطلبتها ولسه ما وصلت، بس ان شاء الله لما توصل بصورها وبنزلها في السناب، فتابعوني على السناب. يعني زي ما انتم شايفين خدت فيه الكاسات، خدت فيه موية حليب، اي حاجة، اشتهيت القهوة حقيقي، اشتهيت القهوة، اللهم اني صائم. عندكم كمان المكان ده المزوم عليه، والمكان اللي تحت برضو اللي مزوم عليه، عايزة اجيب فيهم مناظر كده تكون بتشبه بعض، عشان واحد فوق واحد تحت والفي النص يكون مختلف. عندكم هنا ده التلفزيون، برضو من الاماكن الجميلة بالنسبة لي في الغرفة، مع انه طولت ما فتحته، بس ايام كانت المسلسلات الهندية ظابطة كنت بفتحه وبتفرج دائما. وعندكم برضو هنا ده جيتار جاني هدية من شخص جدا عزيز، طبعا ما يحتاج اعرفكم بالمكان ده اسمه باب. المهم عندنا هنا برضو اللي اسمها شنو، المراية الطويلة. حتقولوا لي ليه عندك مراية زي دي، غرفتك كلها مرايات، دي مراية ودي مراية ودي مراية ودي مراية. دي جبتها لما كنت اكتر شي بصور فيديوهات سلو موشن في التيك توك، فكانت بتساعدني شديد، اقدر اشوف شكلي ظاهر في الكام ولا ما ظاهر وما اعرف شنو كده. عندكم هنا دي الاضاءة حقت التصوير، وفي هنا هلال رمضان زينة، وعندكم هنا اللي هي التسريحة، التسريحة خدت فيها ستاندين حق تصوير، زي ما انتم شايفين ده اول ستاند باضاءة، وده الستاند الثاني عادي بدون اضاءة.
اما بالنسبه للرف ده انا خاطه فيه كل الميك اب حقي، كل حاجات البشره. اما بالنسبه للتسريحه، اول درج خاطه فيه الفرشه، المشط، الباندات، التوكات، الحاجات اللي انا بستعملها دائما. ثاني درج خاطه فيه الاجهزه حقت الشعر، زي مثلا استشوار، مكوه الكيرلي، مكوه السيراميك، الحاجات زي دي. واخر درج خاطه فيه حاجات برضو ما محتاجاها وما عايزاها. اما بالنسبه للركن ده ركن الريلاكس الخاص بي، اللي هو المرجيحه دي. تلاقوني كده قاعده في المرجيحه دي ومسترخيه لما عواره، طبعا الايام اللي فاتت دي كنت استلمتها. اما بالنسبه للوحه دي زي ما انتم شايفين، انا طبعا غرفتي الجدار حقها لونه رمادي، فكان عندي فكره اني اجيب لوحه فيها الوان كده ملخبطه ما مرتبه وكده. طبعا ما عليكم من في اللوحة، انا انسانة بتكره الكيمياء والفيزياء والرياضيات والكلام الكثير ده، فما جبتها عشانه، وجبتها بس عشان الالوان وما لقيت غيرها وعجبتني شديد. اما بالنسبة للسرير، السرير مركبة فيه كمان ستاند حق تصوير زي ما انتو شايفين، ومركبة فيه انوار لونها بنفسجي، وكمان خدت فيه الايموجي الكتكوت ده. جايز زي ما انا قلت لكم، انا انسانه بحب لما اطفي النور اضوي انوار كثيره في الغرفه، فحاليا انا حاطفي النور وحضوي الانوار واوريكم شكل الغرفه لما اكون انا طافي النور. طبعا جايز ده شكل الغرفه بالليل، ما عليكم الشباك مخرب، بس لما نيجي بالليل حرفيا بطفي الانوار وبكون بس مشغل الانوار الزي دي، لانها كده ما ادري اذا في زول زيي ولا لا، بس حقيقه انا انسانه بتحس بالراحه لما نقعد في انوار زي دي. ونهائيا نادر نادر ما تلاقوني فتحت الانوار حقت الغرفه، بالنهار بكون رافع الستاره والشمس داخل الغرفه، اما في الليل بولع بس النجفه دي زي ما انتم شايفين لونها برتقالي، بولعها او بولع الانوار دي وبقعد، لكن الانوار البيضاء في الغرفه ما بفتحها نهائيا. وبس يا جماعه دي كانت غرفتي، لانكم طلبتوا جولة في غرفتي وحبيت ألبي لكم طلبكم. اوكي جايز، بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى الغرفة تكون عجبتكم، اكتبوا لي اراكم في الكومنتات. انا عارفة انه الفيديو ده كان المفروض ينزل امس الربوع مش الليلة، ليه ما نزلت يوم الربوع؟ لانه زي ما قلت لكم عندي اختبارات وجدولي ملخبط ونومي مقلوب، يعني اليوم ضاع علي، فمرة أسفة على الحاجة دي. وزي ما قلت لكم أتمنى الفيديو يكون عجبكم، إذا عجبكم ما تنسوا لايك شير سبسكرايب، فعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. تابعوني على إنستا وسناب، إنستا بثوث يوميا وسناب شات يوميات الرمضانية الخطيرة. وما طلع لكم أكثر من كده، أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. يلا باي.